متابعي راديو روزانا، نحن الآن متواجدون في وسط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي لنرصد لكم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل المتواجدين في المنطقة. في ظل استمرار ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية الضرورية للأهالي واستمرار انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وضخ الليرة التركية في الأسواق. نازح من ريف المعرة الشرقي وساكن هون صار لي تقريبا شيء 5 سنوات. حكينا اليوم عن وضعك الاقتصادي والمعيشي بظل هذا الغلاء اللي عم يشوفه المنطقة. هلا اول شيء عبارة سمعناها كثير بهالشارع صراحة، شارع السوري هون بالمنطقة، انه الناس صارت تقول قانون قيصر علينا طلع. كثير صرنا عم نسمع هاي هالعبارة هاي. الناس صارت تقول انه احنا اجانا كل الغلاء، اجانا كل التعقدات، حتى الشغل وقف عنا كل يوم. مثلنا اليوم بتشوف انه الشارع تشوف حركة قليلة ما هي مثل السابقة. اليوم الناس صارت تحتار، اللي عم ياخذ اجارب السوري يطلعك انه شو بدي توفي معي، اذا انا بدي صرفها على التركي ولا بدي صرفها على الدولار. بيروح لعند التاجر، التاجر بيقول له والله انا عم بشتري على الدولار، تاجر ثاني بيقول له انا عم بشتري على التركي، فبتحس انه ضاع بين الاثنين. وبنفس الوقت بتروح على محل ثاني نفس السلعة، لقي هذا بيضربها على الدولار بسعر 45، هذا بيضربها على التركي بسعر 50 او كذا. فبتلاقي انه صار يستغرب المواطن انه انا من وين بدي الاقيها، من هون ولا من هون. والاغلبيه نازح، عرفت كيف؟ يعني النازح ما عنده مردود الا اذا كان عم يشتغل، اذا كان موظف عنده شهاده عم يشتغل فيها. وبقيه الناس معتمده على السله. يعني انا بعرف كثير ناس مثلا عم يعيشوا على السله، عم يستلم السله، عم يبيعها، عم يقضي الشهر فيها. السله اليوم ما بقى تسوي شيء، بالعكس صار يفكر انه انا بحتفظ بالسله بعيش فيها، انا مثلا بقضي هالشهر بالزيت بالسكر بالرز الموجود فيها، ماشي الحال احسن. يعني هيك صار المواطن اغلبيته صار يفكر بهالشيء. ابو احمد الحموي صاحب محل جمله بأطمه من ريف حما. بالنسبه للاقبال على يعني على المواد، في اقبال بس خفيف ضعيف جدا، يعني الحركه خفانه عن قبل، الاسعار غاليه كثير، فادى الاقبال صار ضعيف جدا. يعني الناس اللي كانت تاخذ مثلا كيلو شاي صارت تاخذ نص كيلو شاي هالايام، كثير الاسعار غاليه، الحركه ضعيفه هالايام. طيب اذا بدنا نحكي عن السبب الرئيسي للغلاء اليوم، شو هي السبب الرئيسي للغلاء؟ هلق السبب الرئيسي كان الارتفاع الدولار. يعني الدولار اليوم مثلا 2400 2500، الدولار كان ب 1000 او ب 500 او ب 700، هذا السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار. ويجي كمان في عندك مثلا المعابر، المعابر مع النظام كانت مسكره كمان ادت لارتفاع الاسعار. وعندنا في بعض التجار احيانا عم يسببون ازمات احتكار بعض البضائع. يعني مثلا في عندنا مثلا حليب نحن عم يجينا من عند النظام عم يحتكروا البضائع، عم يغلوا الطرد مثلا 4-5 دولارات، هاي زياده ربح لهم. يعني بعد طرح العملة التركية في السوق، هل الأسعار تناسبت مع العملة أو تم التعامل بالعملة بشكل حقيقي أم لليوم ما في هذا التعامل؟ هلق التعامل حقيقي 100% ما في، لكن الوضع مقبول نوعا ما، أفضل من قبل. إقبال العالم على الليرة التركية كمان نوعا ما مقبول، لكن بعض التجار احيانا هلق نحن عم نشتغل على مبدا انه مثلا بضاعتنا بضاعه دولار عم نقلب فورا مثلا على بضاعه تركيه. في ناس لا، عم تقلب مثلا البضاعه التركيه مثلا بضاعه على الدولار تضربها على الدولار، تاخذ سوري بتاخذ تركي مثلا من المواطن ترد تضرب له مثلا على التركي على السعر الواطي، فالمستهلك عم يخسر على مرحلتين، عم ياخذ دولار بالغالي وعم عم يصرف تركي بالسعر الضعيف. زيد فلسطيني مهجر من الشام مخيم يرموك، فاتح بأطمة مخزن الأمين إن شاء الله محل جملة. خي والله الوضع يعني سيء كتير بالنسبة للأسعار، صارت غالي كتير على العالم، لأنه سبب مرتبطة أسعارنا بضاعتنا كلياتها مرتبطة بالدولار. يعني الأسعار هي كقيمة نفسها هي بس أي قطعة يعني سعرها على الدولار بنضربها على الدولار بيطلع حق هذيك الحسبة. والعالم يعني اغلب العالم يعني وضعه صعب، وعم نحاول دائما ان شاء الله نحاول نخفف على العالم، نعمل عروض وهيك. والحمد لله هون في منظمه اعتمدتنا يعني كمندوبين خبز، يعني بوزعهم كمان خبز مدعوم، وكل يعني كل اسبوعين ثلاثه بنحاول. يعني اليوم والله الحمد لله عملنا عرض، يعني عم نبيع باقل تقريبا من راس المال بحيث نخفف على العالم كالمواد الاساسيه. يعني مثل السكر، السكر يعني حقه مو غريب على حدا، اليوم يعني بوقف على 28.35،
شوال، يعني عم ببيعه اليوم 1500 10 دولار 2600، يعني مواد اساسيه كزيت سكر رز عم نحاول نبيعه والله، يعني ان شاء الله بنقول ان شاء الله رزقنا بشغله ثانيه يعني بتعدل معنا، بنحاول نبيعه انه بحيث نمشي العالم فيها.